بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي بنتكلم على أول حصة في الترانسليشن. طبعا هو بالنسبة للترانسليشن المفروض كل الطلبة يبقوا عارفين إن في نيو فوكاب، كلمات جديدة المفروض إن أنت ممكن تعرفها لأول مرة في القطع. ممكن طبعا تخمن معناها بالجيسنج اللي هو التخمين، لأن الجملة مش أنت اللي هتترجمها. الفكرة كلها إن الجملة موجودة قدامك وأنت بتحاول إن أنت تحافظ على وحدة الإيه المعنى ووحدة التطابق ما بين كلمات الإيه الكلمات بتاعة الترجمة. طيب بالنسبة للأخطاء اللي ممكن تجيلك أو اللي تخلي جملة تختلف عن جملة، ممكن تكون جملة في السبيلنج، في الهجاء يعني بتاع الحروف، ممكن تكون في الاستراكتشر اللي هي التركيبة مثلا اللغوية، ممكن تكون في البانكتويشن في الترقيم. فلازم تخلي بالك من كل الكلام ده. أفضل طريقة لما تيجي تترجم مثلا جملة من إنجليش لعربي، المفروض إن حضرتك بتخلي بالك من حاجة. بداية الجملة دي مهمة جدا عندك. مثلا في أول جملة بيقول accidents that occur in nuclear reactors are very mysterious. accidents بمعنى الحوادث، that occur التي تحدث، in nuclear reactors في المفاعلات النووية، are very mysterious تعتبر كارثية للغاية. كلمة mysterious جاي من كلمة disaster بمعنى كارثة، يبقى الصفة منها mysterious بمعنى كارثي. لحد كده هنلاقي إن الجملة الأولى إن الحوادث التي تحدث في المفاعلات النووية كارثية للغاية مظبوطة. الحوادث التي تقع في المفاعلات النووية كارثية للغاية برضو نفس الكلام. إن الأحداث دي كده أول غلطة موجودة عندنا، هيبقى دي جملة ممكن نستبعدها. طيب قد تكون الحوادث، كلمة قد يعني بمعنى مي، أو ممكن استخدم كلمة كان أو مثلا أي حاجة تدل على احتمالية زي كلمة perhaps أو كلمة likely، طيب أو probably من المحتمل. طيب الجملة دي ما فيهاش أي حاجة تدل على الاحتمال وكأنها جملة تعبر عن حقيقة، يبقى أنا كده مع الـ A أو B. طب نكمل بعدها. يجب وضع وسائل وتدابير السلامة، كلمة means بمعنى وسائل أو طرق، كلمة measures بمعنى تدابير أو إجراءات، of nuclear safety كلمة safety هنا بمعنى السلامة النووية. طب تلاحظ إن أنت عندك هنا كلمة measures of nuclear safety، الاسم ده اسم موصوف بكلمة nuclear اللي هي مفاعل نووي أو كلمة نووي. طيب في الوقت ده يبقى أنت عندك هنا السلامة وعندك هنا السلامة النووية، أصبحت الإجابة الصحيحة هي تكون الإجابة B. طيب تعال للجملة اللي بعدها. الجملة اللي بعدها بتقول astronomical، كلمة astronomy بمعنى علم الفلك، astronomical بمعنى فلكي، sums بمعنى مبالغ، of money من المال، are spent تنفق. طبعا عشان كلمة sums جت جمع فبستخدم هنا are spent تنفق on space exploration على استكشاف الفضاء every year كل سنة. In this field وفي هذا المجال it's expected من المتوقع to set up a completely artificially constructed space colony in space. طبعا كلمة constructed بمعنى مبنية أو مشيدة، كلمة space colony بمعنى مستعمرة فضائية in space في الفضاء. طيب تعالى كده نشوف بقى الجزئية التانية. انت لما بتترجم الجملة، لما بتكون عندك وانت بتحاول تترجمها العربي، ده بيسهل عليك الاختيارات شوية. كلمة يتم انفاق مبالغ من الفلك، اولا كلمة من الفلك دي ما تنفعش لان احنا مش بنجيب المبالغ دي من الفضاء او من الفلك، ما تنفعش. يتم انفاق مبالغ فلكية على استكشاف الفراغ، طبعا كلمة الفراغ دي غلط، انا بتكلم على استكشاف الفضاء، يبقى دي الغلطة التانية. تعالى بعدها، يتم إنفاق مبالغ فلكية على استكشاف الفراغ كل عام، برضو وصلنا لكلمة الفراغ أداة خطأ برضو كمان. تعالى بعدها في الإجابة الأخيرة، يتم إنفاق مبالغ فلكية على استكشاف الفضاء كل عام، وفي هذا المجال من المتوقع إنشاء مستعمرة فضائية مشيدة صناعيا. تلاحظ كلمة completely artificially constructed space colony، التركيبة دي حضرتك جبت كلمة completely، ده عبارة عن strong adverb اللي هو ظرف قوي، جبت كلمة artificially طبعا لأن كلمة artificial بمعنى صناعي، خدناها قبل كده artificial intelligence اللي هو الذكاء الصناعي، يبقى ده ظرف وصف ظرف. بعد كده constructed ده عبارة عن التصريف الثالث للفعل، وقع في الجملة دي صفة. بعد كده space colony اللي هي مستعمرة فضائية، ده noun اللي هو الاسم، يبقى التركيبة دي تركيبة لغوية صح. يبقى يتم إنفاق مبالغ فلكية على استكشاف الفضاء كل عام، وفي هذا المجال من المتوقع إنشاء مستعمرة فضائية مشيدة صناعيا بالكامل في الفضاء. طيب تعالى للجملة التالتة. بيقول في الجملة التالتة awareness بمعنى الوعي، should be spread يجب أن ينتشر، among citizens بين المواطنين، to make great efforts للقيام بجهود عظيمة.
to reduce pollution. كلمة reduce طبعا بمعنى يقلل، تساوي كلمة اسمها listen LESSEN بمعنى يقلل، تساوي برضو كلمة decrease بمعنى يقلل، تساوي كلمة cut down بمعنى يقلل. طيب لتخفيض أو لتقليل التلوث، pollution التلوث and traffic congestion. كلمة congestion بمعنى اكتظاظ أو امتلاء أو زيادة، وتيجي كمان بمعنى overcrowdedness بمعنى الازدحام، يبقى الازدحام المروري. are directly proportional، كلمة proportional بمعنى يتناسب طرديا، to the increase numbers of cars مع زيادة عدد السيارات. تعال لما أقول هنا يجب نشر الوعي بين المواطنين لبذل جهود كبيرة للحد من التلوث والتلوث والازدحام المروري. لاحظت هنا ان انت حطيت فول ستوب هنا صح كده؟ تمام. طب هنا حط لي كوما، يبقى ممكن ده يكون خطأ موجود عندك هون، يبقى ده في البنكتويشن. والتلوث والازدحام المروري يتناسبان طرديا مع زيادة عدد السيارات، هنا احنا عندنا خطأ موجود. تعال اللي بعدها، يجب نشر الوعي بين المواطنين لبذل جهود كبيرة لتحديد التلوث. يعني ايه كلمة يحدد؟ ليميت او يضع حد ليه. طب هنا مفيش الكلام ده. طيب والتلوث والازدحام المروري يتناسبان عكسيا، كلمة proportional بمعنى طرديا، يبقى كده في مشكلة. طيب اللي بعدها، من الواجب نشر الوعي بين المواطنين لبذل جهود كبيرة لتقليل التلوث. طيب احنا قفلنا كده بإيه؟ بالكوما هي زيها زي اللي فوق. والتلوث والازدحام المروري يتناسبان طرديا مع نقص عدد السيارات. تلاحظ ان كان هنا في زيادة وهنا في نقص وهنا في كوما وهنا في كوما. طيب احنا ملاحظين ان كل جملة فيها كوما، اصبحت الكوما دي مهج غلطة في البنكتويشن. هو حط هنا فول ستوب، مفيش مشكلة ممكن يحط فول ستوب او يحط كوما موجود عادية. يبقى تلاحظ ان الجملة دي فيها خطأ، لان كلمة نقص ما ينفعش اقول increase لكن هي decrease. من الواجب نشر الوعي بين المواطنين لبذل جهود كبيرة لتقليل التلوث، والتلوث والازدحام المروري يتناسبان عكسيا مع زيادة عدد السيارات. طبعا احنا قلنا عكس دي خطأ لانها طردي، يبقى افضل اجابة هتلاقيها موجودة بالنسبة لك هي الاجابة الاولى، يجب نشر الوعي بين المواطنين لبذل جهود كبيرة للحد من التلوث، والتلوث والازدحام المروري يتناسبان طرديا مع زيادة عدد السيارات. يبقى تلاحظ كل ما بيزيد عدد السيارات كل ما بيزيد نسبة التلوث أو الازدحام المروري. طيب مع الجملة الرابعة دلوقتي، بيقول children learn good habits، يتعلم الأطفال العادات الجيدة by imitation عن طريق التقليد of their elders لكبار السن، طبعا كبار السن أو المسنين، as well as by instruction كما يتم ذلك عن طريق التوجيه and encouragement بمعنى التشجيع. كلمة instruct بمعنى يعطي تعليمات أي يوجه، وتساوي كلمة direct. inside his home داخل منزله that child gets their first lessons يتلقى الطفل أولى دروسه أو حصصه in behaving towards others في التعامل مع الآخرين، كلمة behaving بمعنى treating. school also helps them كما تساعدهم المدرسة to learn على تعلم to respect their elders تعلم احترام كبار السن. طيب لو جينا ناخد الإجابة الأولى، يتعلم الأطفال العادات الجيدة عن طريق تقليد المسنين وكذلك بالأمر والتشجيع، نلاقي كلمة الأمر دي ما تنفعش، لأن الأمر دي بمعنى order، لكن بإعطاء التعليمات يبقى المفروض instruction، يبقى دي كده خطأ. داخل منزله يتلقى الطفل حصصه الأولى، حصصه الأولى، حصص حصص، وكأن داخل المنزل الأب والأم بيكون مدرسين، هي مش حصص طبعا. إيه الفرق ما بين كلمة حصة ودرس؟ كلمة حصة بتتم في شكل منهج دراسي، لازم يكون كاريكولم موجود أو سيلابس، منهج محدد لازم إن أنت بتدرسه. طيب يبقى كلمة حصص هنا خطأ. في التعامل مع الآخرين، تساعدهم المدرسة أيضا على تعلم نسبية. يعني كلمة نسبية؟ relativity. طيب نسبية دي اللي هي نظرية النسبية. طيب معنى كده إن كلمة نسبية دي أصبحت خطأ في الجملة. كبار السن، يبقى كده الجملة دي استبعدناها. يتعلم الأطفال العادات جيدا، كلمة جيدا هنا بمعنى will، هي الظرف من كلمة good. طب هو جيب لي good habits عادات جيدة، يبقى معنى كده ان ده خطأ لانه استخدم الظرف ولم يستخدم الصفة. طب تعالى كمل. عن طريق تقليد كبار السن وكذلك بالتوجيه والتشجيع داخل منزله وتلقى الطفل دروسه الاولى في التعامل مع الاخرين، تساعدهم المدرسة ايضا على تعلم احترام كبار السن، يبقى الخطأ الوحيد هنا عندنا في كلمة مين؟ جيدا، يبقى دي استبعدنا.
يتعلم الأطفال العادات الجيدة عن طريق تقليد كبار السن وكذلك بالتوجيه والتشجيع داخل منزله. يتلقى الطفل دروسه الأولى. أيوة، الأب والأم ممكن يدرسوا له بعض الهابتس، العادات اللي المفروض إن هو هيمشي عليها، كاستمز، عادات المجتمع بتاعه في التعامل مع الآخرين، وتساعده المدرسة أيضا على تعلم احترام كبار السن. يبقى الجملة دي صح. تعالي الجملة الأخيرة، هي تعلم الأطفال العادات جيدا. رجعنا تاني نقول ظرف، هي المفروض صفة، يبقى كده استبعدنا الجملة دي. طيب تعالى للجملة رقم 5، thanks to the computer. أولا كلمة due to بمعنى بفضل أو بسبب، because of بمعنى بسبب، thanks to بمعنى بفضل. طيب هل تنفع بمعنى شكرا؟ لا طبعا. لو قلت thanks to the computer، بفضل الكمبيوتر and the internet والنت، we become acquainted، إحنا أصبحنا acquainted بمعنى على وعي أو على دراية، with what happens in the world، بما يحدث في العالم، while we are sitting at home، أثناء وجودنا في البيت أو أثناء إقامتنا في البيت أو أثناء جلوسنا. طيب بعد كده بيقول computers are being used، كما تستخدم أجهزة الحاسب الآلي، more، أكثر، since. تعالى بقى الحاجة، كلمة since دي احنا ممكن نترجمها بمعنى because أو as، بمعنى لأن، ممكن نترجمها لأنها منذ، شرط إن أنت تستخدمها بمعنى منذ، نيجي قبلها مضارع تام أو مضارع تام مستمر، ما بعدها ماضي بسيط. تلاحظ ان هنا جه قبلها مضارع مستمر مبني المجهول، وجه بعدها مضارع بسيط مبني للمعلوم بفعل اسمه ار. يبقى كده سينس هنا اختل المعنى بتاعها، مش بمعنى منذ، بمعنى لان. سينس زي ار efficient، لانها تكون على كفاءه، and they have huge memories، كما لها ذاكره ضخمه. طيب تعالى كده نشوف اول جمله، شكرا للحاسوب والإنترنت، شكرا ديا للأشخاص، مش شكرا لأشياء غير عاقلة، مش للجمادات، يبقى كده خطأ. فلقد أصبحنا على دراية بما يحدث في العالم، أثناء جلوسنا في المنزل يتم استخدام أجهزة الكمبيوتر بشكل أكبر، لأنها فعالة ولديها ذاكرة ضخمة، يبقى الخطأ في كلمة شكرا للحاسوب. تعالى اللي بعدها، في حاجة برضو عاوز أقولها كمان، كلمة فلقد أصبحنا بتترجم على أنها مضارع تام، مع أن كلمة وي بيكم نحن أصبحنا، يبقى المفروض أن احنا بنترجمها بريزنت سيمبل مضارع بسيط، يبقى كده خطأ الجملة الأولى. تعالى الجملة الثانية، بفضل الحواسيب والإنترنت أصبحنا على دراية بما يحدث في العالم أثناء جلوسنا في المنزل، ويتم استخدام أجهزة الحاسب الآلي بشكل أكبر، لأنها ذات كفاءة ولديها ذاكرة ضخمة. الجملة دي ماشية صح. تعالى بعدها في سي، بسبب الكمبيوتر والإنترنت أصبحنا على دراية بما يحدث في العالم أثناء جلوسنا. بسبب الكمبيوتر يعني معنى يمشي، لو إحنا ما عندناش كلمة بفضل ممكن أستخدم كلمة بسبب الكمبيوتر. يتم استخدام أجهزة الحاسوب بشكل أكبر، لأنها فعالة ولديها ذكرى ضخمة. كلمة ذكرى طبعا هنا ما تنفعش، ما هي الذكرى إنك حاجة بتفتكرها زي الذكرى الثانوي anniversary، يبقى دي مستبعدة. بفضل الكمبيوتر والإنترنت أصبحنا على دراية بما يحدث في العالم أثناء جلوسنا في المنزل، يتم استخدام أجهزة الكمبيوتر بشكل أكبر منذ أن كانت، إحنا قلنا منذ طبعا ما تترجمش في الجملة، أصبحت الإجابة بتاعتي اللي هتكون صح طبعا هتبقى الإجابة بي، يبقى بفضل الحواسيب والإنترنت أصبحنا على دراية بما يحدث في العالم أثناء جلوسنا في المنزل، ويتم استخدام أجهزة الحاسب الآلي بشكل أكبر، لأنها ذات كفاءة وفعالية أو لديها ذاكرة هائلة. طيب مع الجملة الستة، بيقول if developing countries، لو الدول النامية، want to catch up with، كلمة catch up with بمعنى يسير، تساوي كلمة keep up with، تساوي كلمة keep pace with، يبقى لو أرادت الدول أو لو تريد الدول النامية اللحاق with developed ones، بالدول المتقدمة، ones دي تعود على كلمة countries بس ممنوع الريبيتيشن التكرار، they should start seriously، يجب أن يبدأوا بجدية، to benefit from، للاستفادة من the fruits of technology، من ثمار التكنولوجيا، to have their grouping، كلمة have their grouping بمعنى gathering، يعني لتجميع وحدتهم، للتجمع، to face any expected monopoly، كلمة monopoly بمعنى احتكار، كلمة expected بمعنى متوقع. طيب تعال نشوف، بيقول لي إذا أرادت البلدان المتطورة، أدي أول خطأ عندك، كلمة المتطور هنا ما تنفعش تكون developing، developing بمعنى نامي، يبقى كده أول خطأ، يبقى كده الجملة دي مستبعدة من البداية. إذا أرادت البلدان النامية اللحاق بالبلدان المتقدمة فعليها أن تبدأ بخطورة، بخطورة إزاي؟ هي المفروض بجدية، يبقى كلمة بخطورة دي ما تنفعنيش، يبقى ده برضو مستبعد. تعال الجملة اللي بعدها، لو أرادت البلدان النامية اللحاق بالبلدان المتقدمة فعليها أن تبدأ على الفور، طب كلمة على الفور دي بمعنى immediately، يبقى كده برضو خطأ.
طب تعالى للجملة الأخيرة، إذا أرادت البلدان النامية اللحاق بالبلدان المتقدمة فعليها أن تبدأ بجدية، سيريسلي بمعنى بجدية، في الاستفادة من ثمار التكنولوجيا حتى يكون لها تحالفاتها لمواجهة أي احتكار متوقع. كلمة تحالف بمعنى تجمع مع بعض، سواء كلمة gathering. لو أنت كملت كل جملة هتلاقي برضو فيها مجموعة من الأخطاء، دي كانت أول خطأ البلدان المتطورة. الجملة اللي بعدها إن قلت هنا عليها أن تبدأ بخطورة، وإنت قلت هنا حتى تكون اجتماعاتها، فالمفروض هنا ميتنجز ما تنفعنيش. طب اللي بعدها بتقول لمواجهة أي استعمار متوقع، طبعا كلمة استعمار هنا مش مستخدمة في الجملة، يبقى كده الجملة خطأ، يبقى آخر جملة هي الإجابة الصحيحة.